بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو نطق كلمات وجمل حصة أولى ابتدائي برايمري 1 يونت 14 الوحدة الـ 14 حصة يوم السبت 20 ابريل. لوك انظر. لوك ال كابيتال لأنها في أول الجملة طبعا الأمرية. او تنطق او كي. علامة تعجب اكسكلاميشن مارك. ال بتنطق لا والاو بتنطق او والكي كام. لوك listen استمع او انصت. listen ال اي اس تي اي ان علامة تعجب اكسكلاميشن مارك. ال كابيتال لانها في اول الجملة الامرية تنطق لا والاي اي والاس سا والتي سايلانت تكتب ولا تنطق. ايه اننا. listen lives يعيش للمفرد المضارع lives ال اي في اي اس ال بتنطق لا والاي اي والفي فا والاي سايلانت تكتب ولا تنطق. اس المفرد المضارع بتنطق ذا. lives مات سجادة صغيرة. مات M A T M ما A A T تا مات. نوت بندقة أو حبة مكسرات. نوت N U T N تنطق نا يو أ تي تا نوت. مان رجل مان أو بشري. M-A-N مان. كنا خدنا جمل جميلة برضو تعبر عن الحقائق الخاصة بعيش الحيوانات أماكن عيشها يعني. A monkey lives in the jungle نقطة فول ستوب يعني القرد يعيش في الأدغال. القرد a monkey lives يعيش للمفرد المضارع in حرف جر في the l jungle أدغال أو غابة كثيفة نقطة فول ستوب. لو بتكلم عن مكان عيش الإنسان برضو She lives in Cairo هي تعيش في القاهرة نقطة فول ستوب. She هي الاس كابيتال طبعا لأنها في أول الجملة. lives تعيش للمفرد المضارع in في كايرو مدينة القاهرة نقطة فول ستوب. بكده نكون خلصنا كلماتنا وجملنا المهمة الحصة اللي فاتت. نرجو التركيز والمذاكرة والاهتمام. كان معكم مستر وائل ربيع البدري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.